مارفن فيتوري كتب كلام قاسي بخصوص جيك بول لحقاب البن أسكرين يوم 17 هذا الشهر. كتب في تغريده: جيك بول الوضع سيء، فيه قلة احترام والإعلام زبالة، قاعدين يضخموا الموضوع. لكن مع الإعلام المسألة أخذ وعطاء، هذه مسخرة، هذه خسارة للجميع، خسارة للأمامة، خسارة بشكل عام. أنا مستاء، المحتوى سيء من سيء الأسوأ. بهالبساطة عمل فلوس اليوتيوبر، خلوه يجي هني يمسك الباب وراه، مش هنطب عليه، لكن نقول له معاك، بعدين حيكون آخر يوم في حياته. مارفن فيتوري بيلعب ضد كيفن هولاند يوم الأحد الجاي، وكيفن هولاند بدل ديرنتيل، لأن ديرنتيل صارت له إصابة في كتفه. الموضوع مع برانسون صار ينادي كوستا على الكذب، كوستا فايت مي برو. المتوسط الخفيف كوبي زعلان بعد ما كتبت ESPN عن موضوع لما كمار أوسمان قال لو يريد يصل على فرصة للحزام خليه يحرك حاله في الفئة. قال: تتكلم زي الجبان، تخاف تواجه المصنف الأول بطل الشعب، ما تقدر تعزمني وتهرب وتتخبى وتدور جودس على الشوارع عشان تحصل ماني فايت. إن كوبي ما يعرف شو قاعد يقول، في واحد في الفئة يقدر يهزم كامارو أوسمان، لا جودس ولا كوبي ولا جيلبرت ولا غيرهم ولا ليون إدوارد كمان اللي فات من فترة. لكن إذا عندكم خصم جديد لا كامارو أوسمان شوفوا تحت، سيريل غان حيقابل ألكساندر فولكوف، مباراة حلوة للاثنين، لكن أنا كنت أتمنى إنه غان يقابل فرانسيس إنغانو لأنهم عندهم نفس المدرب، فقصة ثائر حلوة حتكون. الشهر هذا حيكون فيه مباراة ضخمة، واللبس الجديد لليو إف سي سبونسر باي فينوم، نو مور ريبوك، الحين كله فينوم. سوى لايك سبسكرايب اعجاب، وانضموا في الجروب في الفيسبوك. الشهر هذا حنتكلم عن اشياء كثيره.